شكرا شكرا شكرا، اهلا بيكم في برنامج الخيانة الزوجية. ومعانا في البرنامج هنا هنتعرف على كل مشاكل الزوجية وحلها بكل سهولة طبعا مع جمعة البرنس. تابعونا للنهاية. مرة من يومين واحد بيرن علي ويقول لي مراتي بتزعق فيا. قلت زعق فيه؟ تزعق فيه ازاي يعني؟ ازاي مراته تزعق فيه؟ دي تبقى مشكلة في البيت وهو اللي أسسها من الأول، وكان مستهتر خالص وسايبها تزعق فيه. لكن احنا من البداية كده مينفعش واحدة تزعق في واحد لأنه هو راجل البيت. فأنا النهاردة عاوز أقدم نصيحة لكل راجل مراته بتزعق فيه. يا جمعة، انت يا جمعة مش بنادم عليك. الله، مين دي اللي بتزعق؟ ايه سعدية مراتي؟ إيه معلش يا مشاهدينا الكرام، ده صوت ازعاج كده شكلها الزبالة بتنادي. معلش بعتذر مرة تانية ونكمل موضوعنا. زي ما قلنا ان الست ما ينفعش تزعق في الراجل، وانا هديكم الحل علشان ما فيش حد ست نكمل يلا. معلش يا مشاهدينا الكرام، معانا اتصال تليفوني هنكلمه بعد كده نكمل كلامنا. ومعانا اتصال تليفوني ونقول الو. الو، ايوه يا فندم، معايا برنامج الخيانة الزوجية. ايوه يا فندم، انت على الهوا والف سلامة ليك. بتكح ليه كده؟ من التعب يا استاذ جمعه، من التعب. اديك شايف، ده انا مراتي مش بتسمح لي، يعني مطلعه عينيا. انا بدخل الحمام باذن، بطلع بره باذن، بتزعق فيا، بتستهتر بيا قدام الناس، وفي نقط كتير عاوزك تتكلم فيها يا استاذ جمعه. ياه كل ده؟ طب بص يا فندم، هو اسم حضرتك ايه؟ زلطه يا استاذ جمعه، اسمي زلطه. زلطه؟ طب ده انت ممكن تضربها وتبطحها يا استاذ زلطة. انا بهزر معاك. طيب يا استاذ زلطة، احنا دلوقتي هناخد نقطة نقطة في حل مشكلتك. في البداية بتقول ان هي بتستهتر بيك وبتكلمك قدام الناس بطريقة مش كويسة، صح؟ لا طبعا، لازم تكون حازم معاها وما تسمحش ليها ان هي تقول الكلام ده قدام الناس. يا جمعة، انت يا بجم، ايه اللي بتقوله ده؟ ايه الزيطة اللي انت عاملها دي؟ يخرب بيتك يا سعدية، وده وقتك تتكلمي؟ اخرس يا ولية هتفضحيني. انت معايا يا استاذ زلطة؟ اللي زي ما بقولك كده، لازم تكون حازم مع مراتك وما تسمحش ليها ان هي تكلمك كده قدام الناس. طب ولو ما عندوش الشجاعة دي يا استاذ جمعة انه يزعق فيها ولا يعمل زي ما بتقول كده؟ دي بقى تسووها على الله وعليا، انا هعلمها لكم هنا في حلقاتنا، ان انت ازاي تكلم مراتك بطريقة تخليها تحترمك وما تقدرش تعلي صيتها عليك. إيه ده، انا مراتي ما تقدرش ترفع عينها فيك. انت يا جمعة، يخرب بيتك يا سعدية. طيب يا استاذ زلطة، وهنكمل كلامنا في موضوع الحمام. تدخل الحمام بإذن منها ازاي يعني؟ مش انت تقدر تروح تدخل حمامك؟ ايوه يا فندم، بقدر ادخل يا استاذ جمعة، بس بإذن. لما اجي ادخل الحمام تقول لي انت داخل تعمل ايه؟ مش في ناس هتدخل والكلام ده كله؟ ياه، لا دي حالة ما يتسكتش عليها. معلش بعتذر ليك يا استاذ زلطة، اديك زي ما انت شايف، اول ما جبنا سيرة الحمام شكله عندي مغص زي ما انت شايف، فممكن يا اما تقفل يا اما تستناني لما هستأذنك هدخل الحمام واستأذن مشاهدينا واعتذر ليهم، هدخل الحمام دقيقتين وراجع. انت يا جمعة، ايه اللي بتعمله جوه الأوضة دي؟ انا سامعاك يا جمعة. وطي صوتك يا سعدية، انا في برنامج، ما تفضحنيش، ابوس على ايدي. برنامج ايه يا راجل؟ يا اللي ما عندك دم بتطلع برامج من غير ما تستأذن مني؟ معلش يا سعدية، أنا آسف يا سعدية، استوريني أبوس على إيدك، أنا جاي أدخل الحمام. تدخل الحمام كمان؟ تدخل تعمل إيه؟ أنا داخلة واستنى لما أخلص أنا. معلش يا سعدية، أنا آسف، أبوس على إيدي. طب خلاص ادخل يا راجل، بس ما تتأخرش. سعد سعد، بحس اني برتاح وقت ما ادخل الحمام. بس كده الحمد لله. وبجدد اعتذاري ليكم وبتأسف للأستاذ زلطة لأني سبته على التليفون فترة طويلة. لا براحتك يا أستاذ جمعة، بس أنا سمعت شوية حاجات كده مش عاجبني خالص. إيه اللي حصل يا أستاذ جمعة؟ حاجات
ايه؟ لا لا، ده شوية مشاكل ما تاخدش في بالك، كانوا مع الزبالين اللي كانوا بياخدوا الزبالة وحليناها. المهم نرجع لموضوعنا، لازم تخلي مراتك تمشي على عجين، ما تلخبطهوش طبعا. زي ما قلنا لازم تنشف صوتك معاها، لازم تزعق فيها، ما تتأسفش خالص، لان انت مش هتبقى غلطان. انت يا جمعة يا واد رد عليا، من جيتها كسر دماغك. شكلها مش هتجيبها لبره معايا يا سعدية. مش عمال انادي عليك انت يا جمعة؟ إيه معلش يا سعدية، أنا متأسف خالص، معلش مش سامعك، أنا آسف. ايه يا استاذ جمعة، انا معاك لسه، معاك على التليفون، زلطة معاك. ايه انت ما لسه بتقول ما نتأسفش لمراتنا لما مش هنبقى غلطانين، وبتقول من نمشيها على عجين ما تلخبطوش، مش تعمل كده انت الاول؟ ها؟ أنا قلت كده يا أستاذ زلط؟ عيب عليك، باي باي، مع السلامة. صحيح اللي انا سمعته ده يا جماعة؟ سمعت ايه يا سعدية؟ ما تاخديش على الكلام ده، ده انت نور عينيا، انا ما اقدرش استغنى عنك. ده انت يوم امك اسود معايا، الحقوني. هتروح مني فين؟ هجيبك هجيبك، خد دي يا جماعة، خد خد اي اوعى يا سعدية، اي خد دي كمان، انت لسه شفت حاجة؟ خد. اي يا رب يا رب يا رب استرها معايا يا رب، انا ما ذاكرتش بس يا رب استرها معايا وعد السنه دي على خير. انا ما ذاكرتش بس تعبت تعبت، رايح جاي كل يوم المدرسه، تعبت خالص السنه دي يا رب، فنجحني يا رب، نجحني يا رب، استرها معايا يا رب، يا رب استرها معايا يا رب، اديني على قد نيتي ولا بلاش نيتي، يا رب اديني على جد المشاوير اللي كنت بروحها، يا رب يا رب سهل لي الامتحان المرة دي، وانا اوعدك هذاكر المرة الجاية، يا رب استرها معايا يا رب استرها معايا، يا رب اعرف اغش من حد النهاردة، ان شاء الله اغش من جمعة صاحبي، يا رب يا رب اغش منه حتى اي حاجة يا رب. ايه يا زيكو يا صاحبي، انت مالك كده؟ انت هتعيط ولا ايه؟ اصل ما ذاكرتش حاجة وخايف اسقط والله. لا لا اوعى تخاف يا صاحبي، اوعى تخاف، انا موجود. ايه ده، هو انت مش خايف يا اسطى؟ اخاف ايه يا اسطى، انا مش خايف ولا حاجة، انا مرعوب بس. على العوض ومنه العوض، يا رب يجي لنا مراقب سهل. امين. اللهم ابعد عنا المدرسين والمدرسات، امين، وابعد عنا صاحب النظارة السوداء، امين. اللهم هب لنا برشاما واجابات نموذجية، امين يا رب، امين يا رب. نقفل مادة النهاردة؟ لا يا عم، ده كده طمع قوي، كفاية كده كفاية. ليه يا عم، ده البحر يحب الزيادة. امين. اللهم ابعد عني المراقب ابو دم تجيب اللي بيسيب اللجنة كلها ويجي هو جنبي. آمين. اللهم قرب ورق الزميل مني. آمين. وابعد المراقبين عني. آمين. واجعلني انقل متهني الجغرافيا والتاريخ. آمين يا رب، آمين. واجعلني اختم دعوانا بالحمد لله رب العالمين. آمين. أنا متفائل خير يا اسطى، شكلك فاهم يا نص. على بركة الله وحسب الله ونعم الوكيل. بقول لك يا اسطى، اتفضل يا حبيب اخوك. هو احنا هنمتحن ايه؟ والله ما انا عارف، بس اكيد مادة بنت حلال. بس بقى يا ولاد، مش عاوزة صوت خالص علشان اوزع ورق الامتحانات، ما تتكلموش خالص ماشي؟ انت شايف اللي انا شايفه يا اسطى؟ الحمد لله ربنا استجاب لدعائي، انا هننجح يا اسطى. الف الف مبروك يا حبيب اخوك. الله يبارك فيك يا غالي، ما تنساش بقى لما ننجح تعزمني. مش عاوز اسمع صوت، واللي هسمع صوته هغيره الامتحان بتاعه، كل واحد يبص في ورقته. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. مين ده؟ ده الله يسقطنا يا اسطى. البقاء لله. وحياتك الباقية يا صاحبي، ما انجلكش في حاجة وحشة، ما انت خلاص جيت اهو. اقعد بقى ساكت بقى يا عم، اقعد ساكت. انت يالا، انت وهو يالا، اقعد ساكت انت وهو. يا استاذ، ده انا كنت بقول له ما يتكلمش، بس كنت بقول له ما يتكلمش علشان احنا في امتحان. حصل يا استاذ، حصل. اللي هشوفه فيكم بيتكلم تاني هسقطه.
والله يا استاذ انت منور الدنيا وعلى راسنا من فوق، ولا تزعل نفسك يا استاذ. يلا يا ولاد كل واحد يجهز نفسه علشان هوزع الورق. لا لا يا استاذة، خليك انت علشان ما تتعبيش، انا هوزع الورق بنفسي. شكرا 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 خالص لذوق حضرتك، انت محترم خالص. على ايه يا استاذ، انت على دماغنا من فوق. واخد بالك انت من الحنية الزايدة دي؟ عجباني خالص الحنية دي. اسكت يا اسطى بقى، لحسن يسجطنا ولا حاجة، ملناش دعوة. عيب عليك يا ابني، انا جنبك، عيب عليك. انت يا حيوان يا اللي جوه، انت بتغش يعني ولا ايه؟ لا لا يا استاذ، لا لا، ده انا كنت عاوز استيكه بس علشان اسطر الورق وكده. لا لا ما استغناش عنك يا استاذ. طب تلاتة بالله العظيم، لو لمحتك بتغش لا هشد منك الورق وهسقطك، وكمان هعمل لك محضر. بص في ورقتك يالا. يا استاذ انت معصب نفسك ليه كده يا استاذ؟ انت منور والله، منور الدنيا كلها. عيل بارد مش مستلطفة خالص يالا، مش مستلطفة، عيل بارد قوي. حبيبي يا استاذ، حبيبي، ده حب الناس على فكرة، ده كل الناس بتحبني، ده حب منك بس انت مكسوف تقول. طب ركز في ورقتك يا ظريف. كل واحد يتأكد من بياناته يا اولاد علشان اعدي عليكم امضي عليها دلوقتي. لا لا ما تتعبيش نفسك يا استاذ، انا همر بنفسي اتاكد وهمضي انا يا استاذ، ما تتعبيش نفسك خالص. يا خراشي مش معقول، هو انت ازاي كده؟ مش عاوز اتعب حضرتك يا استاذ. تعبك راح، هو احنا عندنا كام استاذه في الفصل بقى؟ ميرسي خالص، متشكرة والله، كلك ذوق. الا اسم حضرتك ايه علشان لما اجي امضي على الورقه اكتب اسمك مظبوط؟ انا اسمي انتصار. ياه ايه الاسم الجميل ده، اسم يدل على الانتصار، ده اسم جميل قوي. ياه حلو قوي، انا حبيت الاسم ده. انا متشكرة خالص. انت كلك ذوق والله. هجيب 2 ليمون يا استاذ. خليك في حالك يا بارد انت وهو. ايوه يا عم، وانا معاك الله يسهله. واسم حضرتك ايه بقى؟ انا اسمي عباس، وممكن تدلعيني وتقولولي بيس بيس، وبروح الجيم كل جمعة. واو، دي ما بيجيتش لجنة امتحان، دي بيجيت لجنة تعارف. الا ممكن رقم حضرتك؟ وعاوز رقم ليه بقى؟ لا ما تقلقيش، علشان يسجله عندي بس على الموبايل علشان اشوف الحالات الواتس بتاعتك وانت تشوف حالاتي. يا ريت يا بيس بس والله، اصل في سؤال عندي هنا بيقول هات رقم الواتس بتاع المعلمة. اتاريك انت عرفته يا ابني ليه؟ ده بيس بس طلع مش سهل بقى يا عم، عيب عليك يا ابني، ده تربيت. الصوت يا بهايم الصوت يا مستر. مستر نعم يالا، عاوز ايه؟ قال له رقم الجلوس يا مستر، عليه كام درجة يا مستر؟ اسمع يا دي انت وهو، استظراف مش عايز، واللي هيستظرف مرة تانية هشد ورقته. يا استاذ والله انت منور، انت النور كله يا استاذ. يلا يا ولاد بقى كله يراجع علشان باقي نص ساعة ونلم الورق. يا اسطى احنا ما حلناش حاجة خالص، هو انت مش مذاكر حاجة ولا ايه؟ انا معتمد عليك انت يا اسطى. استاذ ممكن اخش الحمام؟ لا خلاص مفيش حمامات دلوقتي، احنا خلاص هنسلم الورق كلنا ونمشي. الحق يا اسطى، ده في سؤال بيقول لك احسب مساحة المثلث، دي بتتحسب ازاي يا اسطى؟ المثلث؟ لا مش فاكر. ده احنا كده مش هنسقط وبس، ده احنا كده هندخل النار. مش ده يا ابني اللي درسناه في البلايستيشن، اللي هو الدايرة بترفع والمربع بيشوط، بس مش فاكر المثلث بيعمل ايه ولا انا في ايه بالظبط يا ابني. انت يا دي اللي هناك يا دي، انت يا دي انت وهو، تعال عشان اعمل لكم محضر غش. محضر غش ايه بس يا استاذ؟ والله احنا ما حلينا حاجه ومش عارفين حاجه يا استاذ. خلاص يا استاذ حقك علينا، خلاص احنا متاسفين، مش هنعمل كده تاني. لا انا قلت محضر غش يعني محضر غش. في ايه يا شيخ؟ انت ليه بتعاملنا المعامله دي؟ روح يا شيخ وتعالى بسرعه. انا مش عاوز مقاوحة كتير، انا قلت تجيبوا الورقه بالزوج ولا مش هتجيبوها؟ خلاص حقك عليا يا استاذ، انا مش هتكلم تاني، هنكتب بس اي كلمتين يتحسب لنا عليهم درجات. طب خلاص يا استاذ عباس عشان خاطر، معلش. والله يا استاذه انت خاطر غالي عليا قوي، عشان خاطرك انا مش هكلمهم المره دي يا استاذه. ماشي، ربنا يخليك يا استاذه، متشكرين قوي على الجميل ده يا استاذه. يا رب يا رب عيالك يكونوا احسن ناس في الدنيا. على فكرة أنا عمر ما بشد ورقة من حد وبرجعها، بس عشان خاطرك أنت بس يا أستاذ أنا عديتها. يلا بقى. والله أنت كلك ذوق يا أستاذ عباس، أنا متفائلة خالص بحضرتك. والله أنا شرفت خالص بحضرتك، بس عندي سؤال كده، حضرتك متزوجة؟ هو أنا مش متزوجة حاليا لكن مطلقة. أنت تعرفي إن الشرع محل الأربعة؟
والله يا استاذ عباس انا مستنيه ابن الحلال، يلا ربنا ييسرها معانا كلنا. بإذن الله بإذن الله، أنا متفائل خير والله. قول يا اسطى، قول يا اسطى، الإجابة إيه؟ قول قول. اكتب يا عم. 2 طه نق. ها ها، وإيه تاني؟ إيه تاني؟ خد يا دي أنت وهو، يالا تعالى هنا محضر غش. خلاص يا استاذ، خلاص حقك علي والله. خلاص يا استاذ، بنكتب في اخر حاجه. يلا حبيبي انت وهو، مع السلامة، هتاخدوا صفر. يلا يعني هي كده يعني يا استاذ؟ ماشي يا استاذ، اكنش العشم يا استاذ. طب والله لا، اقول لمراتك ان انت عاوز تتجوز عليه. يلا هي، وانا كمان هروح اشهد معاه واقول له ده بيقول لها قولي لي بس بس. ايه يا عباس؟ عادية عادية. ايوه يا جوم، عمالك بتنادي كده. ازيك يا سعدية، عندي ليكي خبر بمليون جنيه يا سعدية. خبر ايه يا جمعة اللي بتنادي عليه بالطريقة دي وزوعتني كده؟ تتخيلي يا سعدية هناكل ايه النهاردة يا سعدية؟ قولي كده. لا ما تقوليش هناكل فول وطعمية يا جمعة. اقول لك هناكل حاجة حلوة يا سعدية، تقولي له فول وطعمية. فكري كويس يا سعدية. طب انا هقول لك ايه يا جماعة، ما هي الحاجة اللي بفلوس كويسة الايام دي، ما انت عارف كل حاجة غالية. طب انا هقول لك على الخبر، بس خلي بالك اوعى تتزوى وتجعب قلبك. احنا هناكل لحمة يا سعدية، هشتري كيلو لحمة. لحمة يا جماعة؟ هو انا في حلم ولا في علم يا ناس؟ الحقني يا جماعة، انا هجع. لا في علم يا سعدية، هناكل لحمة بقول لك. اوعى تكون سيكتلك سريع ولا حاجة يا جماعة، هتجيب لحمة ازاي؟ خدنا مكافأة يا سعدية، بس يا ريت تخلي الأمر ده سر لحسن الجيران يعرفوا يجوا يخربوا بيتنا، واحنا مش ناقصين عاوزين ناكل اللحمة في ستاد. لا عيب عليك يا جماعة، انت عارفني انا هقول لحد خالص، عيب عليك لحسن كمان يظهروا لنا اللحمة ولا حاجة. لا لا انا مش هقول لحد خالص. ايوه هي دي مرات سعدية العجلة، انا كمان مش هقول لحد خالص، مفيش غير زيكو اللي هيوريني بتاع اللحمة عشان انا ما جبتش قبل كده. هروح انا وهو يوريني مكان اشتري واجي. حاضر يا جماعة. طب يلا روح، خلينا نخلص عشان انا بطني خلاص خلاص. ماشي يا سعدية، مش هتأخر عليك. يلا باي باي، بالسلامة يا جماعة. اخيرا يا سعدية هيدخل بيتك اللحمة ام عباس وام فهم، تقول ان كل يومين تقول احنا جايبين لحمه جايبين لحمه ويتفشخروا كده. لا طب على ايه ده، انا ارن عليهم واعرفهم زي ما هما بيتفشخروا. الو ايوه يا ام فهمي، ما تعرفيش انا جمعه جايب لي لحمه يا ام فهمي، علشان هو تتكلمي تاني ولا تتفشخري، احنا عندنا لحمه يا ام فهمي. يلا باي باي. هذا اول واحده، لما اشوف التانيه اللي بتتفشخر علي. الو ايوه يا ام عباس، انا سعديه معاكي يا ام عباس، انا جوزي جايب لي لحمه النهارده يا ام عباس، علشان ما تفكريش ان جوزك بس اللي بيجيب لك. يلا مع السلامه. كده تمام، في حد تاني؟ ايوه ام دبشه، ام دبشه كانت بتقول لي ان جوزها جاب لها لحمه، لازم اقول لها كمان. سعديه سعديه مين؟ جمعة؟ أيوة يا جمعة. أيوة يا سعدية، كنت بتكلمي مين يا سعدية؟ هو جبت لك اللحمة فرح يا سعدية. لا لا مفيش حاجة، أنا فرحانة خالص يا جمعة، فرحانة. طيب يا سعدية جمعة، خد اللحمات دول طيبهم لنا خلينا ناكل. حاضر يا جمعة، عليا ليك. هات يا جمعة هات، خد أهو يا سعدية جهزيه بسرعة. حاضر يا جمعة عليا. ياه أخيرا الواحد هياكل لحمة. وبعد ما جمعة وسعدية أكلوا اللحمة بنص ساعة، كانت أكلة مية مية يا سعدية، تسلم إيدك. لحمة لحمة، يا ريت ناكل كل يوم يا سعدية. تعيش يا جوزي، يا ريت ربنا يرزقك دايما عشان توكلنا لحمة. استني استني، ده التليفون بيرن، دقيقة أشوف مين اللي بيرن. ألو أيوة، مين معايا؟ انا زيكو يا جمعة، اوعى تكون اكلت اللحمة اللي جبناها من عند الراجل يا جمعة. ليه يا زيكو في حاجة؟ ده انا اكلتها انا وسعدية. ما هو يا جمعة، اصل طلعت اللي هي بصراحة لحم حمير يا جمعة. بتقول ايه؟ لحم حمير ازاي؟ لحم حمير يا ما بعد ما اشترينا اللحمة الحكومة جت وملت المكان، فبسأل راحوا قالولي ان ده بيذبح لحم حمير. ايه مالك يا جمعة، مالك مسهد كده؟ وايه الحمير واللي بتتكلموا فيه انت وصاحبك زيك؟ بص يا سعدية، انا عاوز اسأل سؤال واحد بس، انت قلت لحد ان احنا هنجيب لحمة؟ ما هو ليه السؤال ده يا جمعة؟ رد عليا زي الناس.
ايوه يا جماعة، قلت للستات جيراننا كلهم دلوقتي انا عرفت يا سعدية ان احنا اكلنا لحم حمير. ليه يا سعدية بتقول ايه يا جماعة؟ لحم حمير. يا جماعة جماعة. صوت الباب ده شكله جمعة جه اهو. يا جمعة يا جمعة. ايوة يا سعدية جاي جاي. ايه يا جمعة مالك اتأخرت كده؟ اسكت يا سعدية، انا اتفشت، انا نحس يا سعدية، نحس نحس، اما انا اروح اقدم على شغل نحس مش لاقي شغل خالص. وماله يا جمعة، ما تقولش على نفسك كده ودور على شغلانة غيرها. وماله يا حبيبي يا سعدية، انت مش فاهمة حاجة. ده انا اول ما اروح الشغلانة اول ما يسألون على اسمي كده وانا بجاود يمشوني، يقولوا لي مالكش شغل هنا. ده بجيت نحس يا سعدية مش عارف اعمل ايه. طب تعالى يا جمعة اقعد جنبي هنا، انت فكرتني بقصة مش عارف اقعد ايه. حاضر يا سعدية جاي على شراب. وبعدين يا سعدية اديني جيت قعدت، ايه هتقول ايه؟ بص يا جماعة، أنا افتكرت قصة ومناسبة كلمة نحس اللي أنت بتقولها دي هحكيها لك يمكن تفيدك. طيب يا سعدية احكي لما نشوف. بص يا جماعة، القصة بتقول إن كان في جرديان، واحد منحوس وواحد مهزوم. وبعدين يا سعدية الجردين دول جم في يوم واتفقوا إن هما يروحوا ياكلوا موز من المزرعة، واحد يقف تحت والتاني يطلع فوق الشجرة ياكل ويرمي لصاحبه التاني ياكل. وبعدين يا سعدية وبالفعل راحوا يا جماعة، واحد وقف تحت اللي هو المنحوس والمحظوظ طلع فوق الشجرة علشان ياكل ويرمي للمنحوس موز علشان ياكل. وهم هناك راح صاحب المزرعة دي ونزل ضرب في المنحوس، على ما ضربه كان المحظوظ هرب. أنا ما عارف مش منحوس زيي. وقوم تاني يوم اتفقوا ان يروحوا مرة تاني، وتكرر نفس الموقف. قال للمنحوس انت هتقف تحت وانا المحظوظ هطلع فوق عشان ارميلك واكل. وراحوا هما بيعملوا كده نفس الموقف اتكرر، صاحب المزرعة دي ونزل ضرب في المنحوس والمحظوظ هرب. ايه ده، انا لو مكان المنحوس ده اتفق معاه ان انا اللي اطلع وهو اللي يقعد تحت. ما هو ده اللي حصل يا جمعة. قوم تالت يوم اتفقوا انه يروح، راح المنحوس قال له ايه؟ قال له بس انا اللي هطلع المرة دي وانت اللي جيت تقف تحت. راح قال له ماشي. راح هناك المنحوس طلع فوق والمحظوظ قعد تحت. راح صاحب المزرعة جه عليهم، راح قال هو انا كل مرة اضرب اللي تحت؟ طب ما انا اضرب اللي فوق مرة علشان يحرموا يجوا تاني. ما هو المنحوس منحوس. طب وانت بتحكي القصة دي ليه؟ علشان تحرس يا جمعة، ما دام ما انت بقيت منحوس يبقى تنام في البيت لحسن يضربوك زي القرد. مين اللي بيخبط؟ مين؟ انا اللي بخبط، افتحه بسرعة. اللهم اجعله خير يا رب. ايوه عاوز حاجة حضرتك؟ انا حضرة الضابط مطلوب القبض على جوزك علشان متهم بسرقة الشركة اللي كان يشتغل فيها. فين هو؟ يا خراب يا جمعة، ده انت بقيت منحوس بحق وحقيقي. في ايه يا سعدية؟ كلم يا جمعة، ده مطلوب القبض عليك، بيقولوا ان انت سرقت الشركة. سرقت ايه؟ سرقت الشركة؟ انا بقيت منحوس يا سعدية. جمعة 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 الحقوني. يا ولية يا ولية. ايوه يا جمعة، في حاجة؟ ايوه طبعا في حاجة يا سعدية. النهاردة يوم النتيجة بتاعت الواد ابننا بهلول، واكيد طبعا طلع من الاول. ده انا محضر له ليلة ما بعدها ليلة، روح صح خليه يروح يجيب النتيجة بسرعة. النتيجة وطلع من الاول. حاضر حاضر يا جمعة، هروح اصحيه. يلا بسرعة، مالك بتتهته كده، روح صحيه بسرعة. لا لا انا مش بتهته. حاضر انا هروح اصحيهولك. انا مش عارفة اعمل ايه، يخرب بيتك يا بهلول، ده لو عارف هيطين عيشتنا. انت يا بهلول اصحى، مش كفايه اللي هيعمله فينا ابوك؟ ايه اللي بتعمله ده؟ يخرب بيتك، هي حصلت كمان وانت نايم بتعمل الحاجات دي؟ انت يا واد في الزقوم. ايوه يا ماما. ايوه عاوزه ايه يا واد؟ بقول لك في الزقوم، ابوك بيسال عن النتيجه عاوزك تجيبها. بتقولي ايه النتيجه؟
يا خرابي، ده لو عارف هيطين عيشتي، ده انا جايب 2%. انا مش قلتلك يا ابني؟ ما انا عارفه، بس هنعمل ايه؟ ده بيقول ان انت طالع من الاوائل، بيتوقع لك ان انت طالع من الاوائل وعاوز يعمل لك حفله وداني. وبعدين هعمل ايه دلوقتي؟ انا عارفه يا ابني، مش خيبتك اللي جايبانا الكلام ده. حاضر يا ماما، حاضر. غلط غلط. بص يا ابني، انت لو قلت له دلوقتي طين عيشتنا ويبوظ علينا اليوم، اصحى وروح سلم عليه وقول له ان انت رايح تجيبها، ويبقى ربنا يسهل بقى. حاضر يا ماما، حاضر. انا هروح اقول له ان انا رايح اجيب النتيجه، وزي ما يحصل بقى وهرجع له بعد ساعتين. روح يا ابني، روح بالسلام. صباح الخير يا بابا. صباح الخير. صباح الفل يا ابني، يلا راحت النتيجه، فرحني كده. انا هعمل لك ليله يا بهلول، ولا الف ليله وليله. ايوه طبعا، ما انا عارف يا بابا. طب اجري يلا، روح هاتها وتعالى فرحني. حاضر حاضر يا بابا. مش هينفع الموضوع ده، ده انا لازم اكلم اصحابي واعزمهم على الليله بتاعت النهارده. لازم تبقى ليله ابني، ولا الف ليله وليله، ونجاحنا كله يرقص وفلاحنا كله يرقص. ايوه يا ابو صابر، ابنك عمل ايه يا ابو صابر؟ ايوه يا حاج جمعه، ابني جاب 80%. او 80%؟ ايه مالها 80% يا حاج جمعه؟ امال ابنك بهلول جاب كام؟ انا ابني مش هيجيب اقل من 100%، وعامل له عزومه كبيره، تيجي النهارده انت وابنك. 100%؟ حاضر يا عم، الف مبروك ليه. نيجي نزوركم النهارده ونفرح معاكم. حبيبي يا ابو صابر، يلا مع الف سلام. لازم اعمل له عزومه حلوه خالص، واعزم كل الجيران عشان اتفشخر بيه. الدكتور بهلول. يا ترى هعمل ايه مع ابويا جمعه؟ ده بيجهز لحفله بالليل. طب انا مش عارف اقول له ما انا جبت النتيجه وخلاص، ده انا جايب 2%. يا خرب بيتك يا بهلول. الله، مين بهلول؟ ازيك يا صابر، عامل ايه؟ ايه جبت كام؟ جبت 80% يا بهلول. وانت جبت كام؟ ده باباك بيعزم بابايا وبيرن عليه يقول ان انت جبت 100%. لا يا عم، ده انا مش عارف اقول له ايه، ده انا جبت 2%. او 2%، وبيتمجلت على بابايا وبيقول له ان عزمه. ده انتوا ناس مش عارف اقول ايه عليكم. ما تقولش حاجه يا صابر، اوعى تقول لحد يا صابر. طب وانت اللي جايبك المدرسه دي هنا يا عم؟ ما انا قلت له ان انا رايح اجيب النتيجه. ما انا لو قلت له ان انا جبتها وجبت 2%، ممكن يموت فيها. انا بجالي بتاع 4 ساعات سايبه، ومش عارف ارجع ولا اقول له ايه. تعالى بس روح يلا، ما تقعدش هنا، ده ابوك حتى بيتفشخر بيك. الف مبروك ليك يا صاحبي. اتمجلت عليا يا عم، اتمجلت. يعني الواد بهلول اتاخر خالص وراح يجيب النتيجه بدل 4 ساعات. ما مش عارفة يا جمعة، ما انا زيك اهو. لا ده حاجة ما تطمنش خالص. انا راح اشوف اتأخر ليه ده كله. يلا يا سعدية، زبط الدنيا لحد ما ارجع. حاضر يا اخويا، حاضر. ربنا يسترها ويعدي اليوم ده على خير. انا مش عارف يا صبر يا صاحبي، اروح اقول له ايه؟ بس اوعى اوعى تقول له حاجه، اوعى تقول له حاجه، ولا تجيب سيره لحد خالص، لحد ما اشوف حل للموضوع ده يا صابر يا صاحبي. انت يا دي يا بهلول. الله، مين؟ بابا. ايوه يا دي، انا اتاخرت كده. هعمل ايه يا بابا؟ كنت بجيب النتيجه. طيب يا ابني، واكيد طبعا 100%. ما انا عارف 100%. ازيك يا صابر، عامل ايه؟ تمام يا عم جمعه، ايه اخبارك انت؟ انا تمام. وانت قد جبت كام؟ ابوك بيقول ان انت جبت 80%. ده ابني جاب 100%. يلا وعزمكم، اوعى تنسى تيجي انت وابوك ياد النهارده. لا كده ابوك زودها جو يا بهلول. ابنك جاب 2 يا حاج جمعه. 2؟ يعني ما جابش 100%، يعني جاب 98، يعني 100 الا 2، صح؟ كويسة برضه، كويسة. 98% كويسة حاجة، يعني أحسن من 80%. يا حاج بقول لك جاب 2% يعني تسيب 98 وهو جاب 2% بس. بتقول كام؟ 2%؟
ده الياد يا بهلول اللي بيقولوا ده؟ ما هو يا بابا، بص يا عم انا تعبت بقى. ايوه جبت 2، انا عملت اللي عليا بقى، ده انا دماغي بقيت هتبوظ خالص من المذاكره. انا عملت اللي عليا، انا جبت 2%، وهم بقى ممكن برضه هاجي السنه الجايه واعوض. الحقوني بابا، ما تقلقش السنة الجاية هعوض. قلبي يتمجلت عليا، قلبي يقول لي جايب 80%. انت يا عسكري يا عسكري. تمام يا فندم، اوامرني. هات لي المتهم هنا بسرعة. تمام يا فندم، اوامرك. يقتل 60 واحد بعربية دريت ام سودة معايا. تمام يا فندم، اهو المتهم جمعة معاك يا فندم. انت بقى اللي دوست 60 واحد بالعربية بتاعتك يا جمعة؟ ايوه يا فندم، بس غصب عني يا فندم. غصب عنك برضه وقتلتهم ليه يالا؟ ايوه يا فندم، بقول لك غصب عني. بص يا فندم، انا هحكي لك على الموضوع كله من اوله. ايوه هو ده اللي انا عاوزه، احكي لي على الموضوع من اوله. انا كنت ماشي يا فندم، وفجأة العجلة ضربت، ولقيت على يميني فرح وعلى شمالي رجليان. رأيك يا فندم، ادخل في الفرح ولا ادخل في الرجليان؟ اكيد طبعا في الرجلين، علشان لو دخلت في الفرح هتموت ناس كتير، لكن الرجلين مقدور عليهم. ما هو انا عملت كده يا فندم، دخلت في الرجلين. امال قتلت 60 واحد ازاي يالا؟ ما انا يا باشا دخلت في الرجلين، واحد اداس والتاني جرى على الفرح، قلت والله ما اسيبه، دخلت ورا الفرح. بتقول دخلت ورا الفرح؟ ده انت ايام امك سودة. شوش عطيه، اعمل له التريحة يا شويه. اوامرك يا باشا. الا معلش يا باشا، ايه هي التريحة دي؟ لا، ده هيفسحك هنا بره، بس روح معايا. هيفسحني؟ الله، يلا بينا يا شويش. بس عاوزك تتوصى بيه في الفسحة دي. اوامرك يا باشا، يلا يلا. مش سامع يا شويش، سمعني. عينيا الاتنين يا باشا، ايه رأيك يالا؟ خد، ايه رأيك في التريحة دي؟ لعبت؟ خد. الحقوني الحقوني، مش عاوز اتريح، مش عاوز العب خلاص. يا ريت نشترك في القناة. مالك يا حاج قرفان مني كده؟ زي ما اكون في حد هام تحت درسك، ليه القرف ده كله؟ اجري يا سعدية، اجري يا زيكو.